السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلبتي الأعزاء. هذه محاضرة جديدة لنا لمادة الأحياء المجهرية المرحلة الثانية، الدراسة المسائية، لطلبة قسم التحليلات المرضية، كلية العلوم، جامعة الكوفة. أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن التنوع الجيني للكائنات البدائية النواة. So it's genetic diversity in prokaryotes. مثل ما تعرفون حضراتكم، ذكرنا بالمحاضرة السابقة أنه الكائنات البدائية النواة تتميز بأنه تنوعها الجيني، التغير الجيني اللي يصير بها يكون سريع جدا، بمعنى أنه البكتيريا تستطيع بشكل سريع جدا أن تتكيف للظروف المحيطة بها. على سبيل المثال، البكتيريا كانت غير مقاومة لمضاد معين، مضاد حيوي معين، بعد فترة تصبح مقاومة لهذا المضاد. البكتيريا مثلا كانت غير مقاومة على سبيل المثال لظروف حامضية، بعد فترة ونتيجة الظروف المحيطة بها تحولت وأصبحت مقاومة مثلا للظروف الحامضية، وهكذا. هذا التنوع اللي يحدث سببه هو التغير الجيني اللي يحدث وين في داخل الكائنات بداية النواة. طيب، هو شنو هو التغير الجيني اللي يحصل أخوان؟ مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة، إنه الـ DNA اللي موجود في داخل البكتيريا عادة يكون بداء النواة، بمعنى إنه يكون غير محاط بأغشية نووية، بمعنى إنه ما يكون حاوي على نوية مثل الكائنات حقيقية النواة. ولكونه البكتيريا تتضاعف بشكل سريع جدا أثناء عملية التضاعف، زين، تحدث أمور معينة. هذه الأمور تغير التركيب الجيني للكائن البدائي النوع. مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة، إنه البكتيريا على سبيل المثال، بكتيريا الإيكولاي، الجنريشن مالتها اللي هو زمن التضاعف يكون عبارة عن 20 دقيقة، بمعنى أنه خلال 20 دقيقة إذا عندي 100 مستعمرة، ال 100 مستعمرة تصير ال 100 مستعمرة تصير يضاعف على يصير 10,000 مستعمرة، وهكذا. بمعنى أنه عندي على سبيل المثال الخلية الواحدة تضاعف تصير خليتين، الخليتين تضاعف تصير أربعة، الأربعة تضاعف تصير 16، 16 تضاعف تصير 32، وهكذا. هذا التضاعف يكون سريع جدا، البكتيريا بسرعة تتكاثر. بالتالي أثناء عملية التكاثر الDNA يضاعف. الDNA لما يضاعف، يضاعف بشكل سريع. أثناء عملية التضاعف تصير أكو أخطاء، خلينا نقول بعملية شنو؟ عملية تضاعف الDNA، فهي هذه اللي نسميها ميوتيشن، اللي هي الطفرات. هسه شلون يصير هذا؟ ما مطلوب من حضراتكم، كل اللي مطلوب من حضراتكم انه الجينيتك دايفرسيتي، بمعنى انه التنوع الجيني، شلون تتنوع البكتيريا بجيناتها، شلون يصير اكو تطور بجيناتها. يحدث هذا نتيجة اخطاء معينة تصير اثناء عملية التضاعف او نتيجة اكتسابها لجينات. زين، هسه شلون تصير؟ راح ان شاء الله نتطرق لها بالسلايدات القادمة. خلينا نشوف ايش مكتوب هنا. بروكاريوتس، يعني كائنات بداية النواة، have considerable genetic variation، بمعنى انه تمتلك تنوع جيني يمكن ملاحظته بشكل سهل. ثلاث عوامل اساسيه، 3 factors contribute to this genetic diversity. ثلاث عوامل اساسيه هي اللي تساهم بهذا التنوع الجيني. الاول هو الربد reproduction، لكونه تضاعف بشكل سريع تحدث اكو اخطاء. الثاني هو الميوتيشن، الطفرات الوراثيه، سواء كان بسبب التكاثر السريع أو سواء مثلاً تعرضت لأشعة، مثلاً أشعة فوق البنفسجية، مثلاً تعرضت لها، هذا شنو؟ الأشعة تطفر بمعنى تغير التركيب الـ DNA، أو فتشي نسميه genetic recombination. شنو هذا genetic recombination؟ راح نشوفه بالسلايدات القادمة. طبعاً المعلومات اللي موجودة هنا هي معلومات بسيطة، حتى نفهمها زين نفهمها عن طريق الأحياء الجزيئي. دكتور محمد في مادة المولكيولر المفروض أنه يعطيكم ملاحظات عليها شلون تصير. طيب، خلينا نتكلم الآن عن الـ Rapid Reproduction and Mutation. Prokaryotes are produced by binary vision
and offspring cells are generally identical. بمعنى أنه الكائنات في بداية النواة تتكاثر بالباينري فيجن اللي هو الانشطار الثنائي اللي تكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة. And offspring cells معنى أنه الخلايا الناتجة، الخلايا الجديدة اللي هي الجيل، يعني الجيل الناتج، are generally identical، يعني بشكل عام يكون متشابه متماثل. الخلية البكتيرية لما تنقسم تعطي خلية بكتيرية مماثلة للخلية اللي انقسمت عندها بشكل تام 100%. Mutation rates معنى أنه معدل الطفرات during binary fission خلال الانشطار الثنائي are low، يحدث بكمية جدا قليلة. يعني الخلية البكتيرية لما تنقسم وتصير خلية أخرى، الخطأ اللي يصير أثناء عملية تضاعف الـ DNA يكون جدا قليل، جدا قليل. But because of rapid reproduction، ولكن لكونه البكتيريا تضاعف بشكل كبير، يعني الخلية الأولى انشطرت صارت خليتين، الخلية اللي نتجت صار بها خطأ جدا بسيط، بس هاي الخلية راح تنقسم مرة ثانية، تنقسم مرة ثالثة، تنقسم مرة رابعة، وهكذا. هذا الرابيد ريبرودكشن ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا ميوتيشن كان اكيوميوليت، بمعنى انه يصير خطأ جيني متراكم، بحيث تشوف انه بعد فترة راح تحصل مثلا مستعمرة يكون بها التغير الجيني كبير بالنسبة لمن؟ للتغير الجيني لمن؟ للمستعمرة اللي نشأت من عندها. High diversity بمعنى أنه التنوع العالي from mutation اللي ينتجنا بسبب الطفرات allow for rapid evolution، راح يسمح لي أنه تتطور تطور سريع. معنى يعني شنو معناها؟ معنى أنه هذه لما صارت طفرة بالدي ان اي اللي يصير شنو؟ تركيب، تعرفون أنتم مثل ما تكلمنا احنا سابقا أنه الجين وظيفته يعطيني بروتين بالنهاية. البروتين قد يكون انزيم، قد يكون بروتين مثلا بالغشاء الخلوي وهكذا. فإذا صار أكو تغير بالدي إن إيه، البروتين تركيبه راح يتغير. بالتالي إذا تركيبه راح يتغير، البروتين راح ربما يعطيني وظيفة أخرى. البروتين اللي كان مثلاً يكسر لي مضاد حيوي، يقوم يكسر لي مثلاً مضاد حيوي آخر إذا صارت بيه طفرات. فهذا اللي مقصود من عنده. طبعاً هذا الشرح كله ما مطلوب من حضراتكم، مجرد إنه حتى أفهمكم، إنما أنت مطلوب مطالب بالمعلومات اللي أمامك اللي هي قصيرة جداً. طيب هذا الآن الموضوع الأول تكلمنا عنه اللي هو الرابيد ريبرودكشن والميوتيشن اللي هي الطفرات. زين الجينيتيك ريكومبينيشن شنو؟ الجينيتيك ريكومبينيشن انه عادة خلنا نقرا سوا ونشوف شنو. جينيتيك ريكومبينيشن the combining of DNA from two sources contribute to diversity. اللي يصير شنو؟ على سبيل المثال عندي بكتيريا من نوع مثلا جرام نيجاتيف، مثلا بكتيريا معينة، زين؟ وبكتيريا اخرى هم مات جرام نيجاتيف بس بكتيريا اخرى شكلها مختلف، يعني مثلا على سبيل المثال ايكولاي وبكتيريا اخرى مثلا كابنوسايتوفاجا، اكو فد بكتيريا ايش يسموها. هذين البكتيريات على الرغم من انه هن مختلفات، كل وحده الدي ان اي مالتها شكل، التركيب مالتها الانزيمي يختلف، زين صحيح الغشاء الخلوي مالتها الى حد ما متشابه بس هن مختلفات. اللي يصير كل وحده بها دي ان اي شكل، هذني إذا كانت موجودات في نفس المحيط اللي يصير شنو؟ إنه بعض الأحيان تنتقل المادة الوراثية اللي هو الـ DNA من بكتيريا إلى بكتيريا أخرى. زين شلون ينتقل؟ ينتقل كروموسوم؟ لا، تنتقل مثلاً بلازميد، ينتقل مثلاً جين، ينتقل مثلاً في قطعة معينة. هذا الانتقال ما بين الأجناس نسميه genetic recombination. فهو شنو؟ combining بمعنى إنه هو مشاركة للـ DNA from two sources، من مصدرين، مصدرين قد يكون البكتيريا. contribute to diversity، بالتالي هذا راح يساهم بمن؟ بزيادة التنوع. التنوع معناه انه في شيء جديد راح يطلع. زين عندنا ثلاث عمليات اساسيه راح نركز عليها بهذه المحاضره اللي هو المن للجينيتيك ريكومبينيشن. Prokaryotic DNA from different individuals can be brought together، يعني انه ال DNA مالت الكائنات البدائية النوات من different individuals، individuals يعني افراد، يعني بكتيريا اريد اقول، can be brought together، يعني اللي اريد اقوله بهذه الفقرة انه ال DNA اللي موجود داخل الاحياء ينتقل من كائن الى كائن اخر، من بكتيريا الى بكتيريا اخرى بثلاث عمليات اساسية. الاولى نسميها transformation، الثانية نسميها transduction، والثالثة نسميها conjugation. زين
Movement of gene among individuals from different species is called horizontal gene transfer. يعني مثلا بعض الاحيان اذا انتقلت الدي ان اي من بكتيريا مشابهه للبكتيريا الها، يعني اي كولاي، بكتيريا اسمها اي كولاي، وبصف اكو بكتيريا ثانيه اي كولاي، وصار بيناتهم تبادل، هذا ما نسميه هوريزونتال جين ترانسفير، النقل الجيني المستعرض، وانما لا، اذا كانت البكتيريا من سبيشيز اخر يختلف عن الاخر، يعني مثلا عندنا بكتيريا ستافيلوكوكس اريوس، بكتيريا المكورات عنقوديه، اكو بكتيريا ثانيه ما ستافيلوكوكس بس مو اريوس، ابيديرميدس، على الرغم من انه الجين هو الجينس هو نفسه ستافيلوكوكس، بس اكو ستافيلوكوكس اريوس، اكو ستافيلوكوكس ابيديرميدس، السبيشيز يختلف، النوع يختلف. هذن الى حد ما اكو تغاير بينات جيني. فاذا صار اكو انتقال للماده الوراثيه من وحده الى وحده نسميه هوريزونتال جين ترانسفير. معناها النقل الجيني المستعرض، هذا المصطلح تحفظه. الان راح نتكلم بشيء من التفصيل علما عن الخطوات. راح نتكلم الان اول شيء عن الترانسفورميشن والترانسدكشن. الترانسفورميشن عادة انه الخلايا البروكاريوتيك. A prokaryotic cells can take up and incorporate foreign DNA from the surrounding environment in a process called transformation. إذا كانت الخلية لما تأخذ بلازمي أو تأخذ DNA من المحيط مالتها، يعني مو شرط من البكتيريا، لا، قطعة DNA موجودة بالمحيط، زين، قطعة بلازميد موجودة من المحيط، دخول البلازميد من خارج الخلية إلى داخل الخلية مثلا نسميه ترانسفورميشن، زين، يعني معناها أنه مثلا خلايا والخلايا بالوسط مالتها أكو دي أن إيه داير مدارها ودخل لها الدي أن إيه، هذه العملية نسميها ترانسفورميشن، لما يدخل لها هذا الدي أن إيه عفوا من المحيط الخارجي، زين، قد تكون بكتيريا مثلا لافظته، بكتيريا من البكتيريات مثلا محررته خارج الخليه مالتها ما تحتاجه، زين، فهدته خارج الخليه، سوت له ريليزنج، تحرير، واجت بكتيريا اخرى نمت شافت هذا الدي ان اي، اخذت هذا القطعه البلازميد، هذه عمليه الاخذ للبلازميد نسميها ترانسفورميشن. بالنسبه للترانسدكشن is the movement of gene between bacteria by a bacteriophage viruses that infect bacteria. بالنسبه للترانسدكشن عندنا مثل ما تعرفون اكو بكتيريا واكو فيروسات. الفيروسات عادة تصيب الخلايا، يعني على سبيل المثال الفيروسات تصيب لنا مثلا خلايا الانسان، ولكن اكو نوع من انواع الفيروسات يصيب لنا خلايا البكتيريا فقط. زين؟ هذا الفيروس اللي يصيب خلية البكتيريا نسميه بكتيريوفيج. بعض الاحيان هذا البكتيريوفيج من يصيب خلية بكتيرية ويتكاثر بيها ويطلع، ويروح يصيب خلية بكتيرية أخرى وهم يتكاثر بيها ويطلع، أثناء انتقاله من بكتيريا إلى بكتيريا أخرى ينقل DNA من بكتيريا A إلى بكتيريا B. انتقال DNA من البكتيريا A إلى البكتيريا B عن طريق الفيج اللي هو البكتيريوفيج، العاثيات البكتيرية نسميها، هاي العملية نسميها ترانسدكشن. طبعا هذه هي العمليه اللي تكلمنا عنها، نشوف انه مثلا على سبيل المثال هنا عندنا فيج، هنا عندنا خليه، هاي خليه يسموها دونور سيلز، لما يصيبها طبعا راح يتكاثر داخل هالفيج، الفيج لما راح يدخل شو راح يسوي؟ راح يحقن الماده الوراثيه مالته، لما راح يحقن الماده الوراثيه راح يكون يتكاثر داخل الخليه، راح يقطع الدي ان اي مالت البكتيريا، راح يتكاثر راح يخرج. اللي يصير شنو؟ انه بعض الاحيان لما خرج راح يترك الماده الوراثيه مالته، بعض الماده الوراثيه راح تندمج ويا من ويا الخليه البكتيريه لما تتعافى، لانه الخليه البكتيريه اكو بعض انواع البكتيريا بعد ما يطلع من عندها الفيروس تتعافى، زين، وترجع لشكلها. طيب اللي يصير انه هذه الماده الوراثيه اللي حقنها الفيروس بالبدايه واللي عن طريقها تكاثر، شوفوا الان تكاثر والدور بدا يسوي ريليزنج يطلع، اللي يصير انه بعض الاحيان يحشر قطعه دي ان اي او قطعه الدي ان اي راح تنحشر وين؟ في داخل الكروموسومال مالت البكتيريا. هذا نسميه عملية عملية الترانسدكشن. زين. ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو الكونجوكيشن. هسه احنا شرحنا الترانسفورميشن، شرحنا الترانسدكشن، راح ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو الكونجوكيشن. الكونجوكيشن is the process where genetic material is transferred between prokaryotic cells.
اللي يصير شنو؟ تكلمنا قبل قليل انه بعض الاحيان تصير بكتيريا بصف بكتيريا، وهاي البكتيريا تطل البكتيريا اللي بصفها دي ان اي، عمليه انتقال البلازميد من بكتيريا اي الى بكتيريا بي، او بالعكس يسموها كونجوجيشن. زين، ان بكتيريا ذا دي ان اي ترانسفير از وان واي، يعني ينتقل فقط من بكتيريا اي الى بي. هسه شلون؟ هسه راح نشوفها. الدونور سيلز، الخليه اللي هي الواهبه نسميها، attached to a recipient، يعني الخليه اللي مستلمه، by a pellus، بواسطه هدب اللي هو البلي، احداب المفرد مالتها بلس. فلما يصير عاده attach راح ينتقل خلال هذا الهدب من البكتيريا الى البكتيريا اخرى. طبعا هذا الهدوء لما يصير التاتش يصير كانه تيوب ينمد من بكتيريا الدونر الواهبه الى البكتيريا المستلمه. A piece of DNA called F factor is required for the production of billy. طبعا هذا هنا حتى تكون اكو اهداب، اكو قطعه من الدي ان اي بلازمي يسموه F factor، عامل F. إذا موجود هذا عامل F بالبكتيريا، البكتيريا لها القدرة تكون هاي البيلي، زين، اللي هي الأهداب. إذا البكتيريا ما بها هذا F فاكتور تكون غير قادرة على تكوين الأهداب. زين، شلون صار العملية؟ هسه راح نتكلم. طبعًا شوفوا الآن، هذا عندنا هنا، عندنا مثلًا هاي خلية الدونر، هاي خلية الريسيبيانت يعني الواهبة والمستلمة، وهذا الهدب، هذا الهدب اللي هو الF، قلنا إنه الF فاكتور يسموه 6 بلس اللي هو الهدب الجنسي، زين. فاللي يصير انه يمتد كانه مثل اليوتيوب ما بين الخليه الواهبه والخليه المستلمه، وينتقل عفوا وينتقل القطعه بلازميد او دي ان اي من خلال هذا الهدب الى الخليه الاخرى. زين، شنو هذا الاف فاكتور؟ الاف فاكتور هو عباره عن بلازميد، واحنا تذكرون بالمحاضره السابقه ان البلازميد عباره عن شنو؟ قطعه دي ان اي، وهذه قطعة الدي ان اي عادة تكون بشكل دائري. Function as a DNA donor during conjugation، اللي يصير شنو؟ أثناء عملية الكونجوكيشن، هي هاي العملية اللي هي ترتبط بها الخلية بخلية أخرى، زين؟ أثناء هاي عملية الارتباط ما بين الخليتين، زين؟ الاف بلازميد اللي هو الاف فاكتور ينتقل من خلية إلى خلية أخرى. بالتالي الخلية اللي ما تحوي على F فاكتور ما تقدر تكون هذا الشيء، زين؟ وال F فاكتور هو ينتقل خلال عملية الكونجوكيشن مثل ما قلنا. طبعا هذا هو الآن الشكل. إذا تلاحظون طلاب، إذا تلاحظون الآن عندنا هذا كروموسوم الخلية، وعندنا هذا البلازميد الـ F بلازميد. هذه F موجب، يعني خلية الموجب، يعني اللي بيها، اللي نسميها اللي هي حاوية على الـ F بلازميد، زين؟ فنسميها دونر. اللي ما بيها نسميها F recipient اللي هي الخلية المستلمة. يصير بيناتهم هدوء، بعد ذلك ينتقل قطعة واحدة من البلازميد وتدخل، لما تدخل طبعا تتكاثر بداخل الخلية تصير شريطين، لأن الدي ان اي عبارة عن شريطين دائما، دبل هيليكس، زين، لا تذكرون. وبعد ذلك راح يتضاعف، طبعا هنا سنجل راح ينترك مفرد، لأنه واحد من الشريط راح يروح يدخل إلى داخل الخلية، ويبقى شريط مفرد اخر، فالشريط المفرد راح يتضاعف داخل الخليه ويرجع مره ثانيه دبل هيليكس، يعني شريط مزدوج. والشريط اللي دخل الان هنا بالخليه راح يتضاعف وراح يكون بشكل دائري، وبالتالي كلا الخليتين بهاي الحاله، الاولى راح تحتفظ بالبلازميد الاصلي مالتها نسخه من عنده، والجديده راح تستلم نسخه وراح يتضاعف بها وراح تكون البلازميد. زين، هذا بالنسبه للبلازميد، ولكن اكو نوع ثاني من الاف فاكتور يسموه الموجود بالكروموسوم. شنو الموجود بالكروموسوم؟ احنا عرفنا انه المادة الوراثية الخلية البكتيرية عندنا مرة بلازميد ومرة كروموسوم. The F factor in the chromosome. A cell with the F factor built into its chromosome function as a donor during conjugation. The recipient becomes a recombinant bacteria with the DNA from two different cells. بمعنى انه خلي اول ما نشرح العملية بشكل نوع من التفصيل، وبعد ذلك راح نرجع لهذا الكلام حتى تفهموه بشكل واضح. هنا ايش عندنا؟ عندنا الاف فاكتور اللي موجود بالكروموسوم، بس هناك عندنا بلازميد، خليه بيها بلازميد، وبلازميد ينتقل. شريط ينفتح يدخل هنا يتضاعف، والشريط المفرد اللي بقى هنا هم راح يتضاعف، وبالتالي الخليتين راح يندمجوا. ولكن اكو بعض الاحيان لا،
ما بيها بلازميد، خليه ما بيها بلازميد، ومع ذلك لما يصير اكو بيرز بيناتهم اللي هو ميتنج بريدج، معناه انه الشريط او الجسر الرابط ما بينهم، زين؟ لما يصير اكو جسر رابط ما بين الخلايا اثنيناتهم، زين؟ راح ينتقل بلازميد من الاولى الخليه الاولى للخليه الثانيه، لكن بعض الاحيان خلايا البكتيريا لا ما تكون حاويه على اليمن على الاف فاكتور اللي هو البلازميد بشكل مستقل، بشكل بلازميد مستقل عن الدي ان اي اللي هو الجينوميك دي ان اي اللي هو الكروموسومال دي ان اي، وانما لا يكون مدمج ويا من ويا الكروموسوم. فاللي يصير شنو؟ اللي يصير انه ايضا راح يكون اكو 6 سبلينج اللي هو الهدب الجنسي، وبعد ذلك راح قطعه الدي ان اي اللي تكون حاويه على هذا الشريط تدخل وحده كامله من عندها شريط كروموسوم كامل. وبعد ذلك زين، وبعد ذلك راح ترتبط القطعه اللي دخلت اللي هي القطعه اللي مظلله باللون الازرق، راح تنفصل وتدخل، تدخل ويا شريط الكروموسوم كله، راح ترتبط. الان عندنا هذا خليه الكروموسوم، وعندنا هذا الشريط اللي اكتسبته اللي هو كروموسوم مع الاف فاكتور اللي مدمج وياها، وراح يصير بيناتهم اكو فد شيء يسموه ريكومبينيشن، ارتباط، راح يندمج سويا وراح تكون لي شريط اخر جديد، فيصير ريكومبيننت دي ان اي. زين، بمعنى انه اللي اريده من عندك من خلال هذا الشكل انه جزء من انه الاف فاكتور اللي موجود في داخل هذه الخليه يكون مدمج بالكروموسوم مو مستقل، وبالتالي جزء من عنده راح يدخل، وبعدين لما يدخل من عنده راح يصير اكو فد نوع من العمليات المعقده اللي ما مطلوب من حضراتكم تفهموها شلون يصير، مجرد انه راح هذا الدي ان اي يتضاعف، العفو، بطريقه معينه يسموها هومولوجس ريكومبينيشن، تدخل هذه قطعه الدي ان اي وتندمج ويا من ويا الكروموسوم الاصلي لهذه خليه الريسيبيانت اللي هي الخليه الام اللي هي الخليه المستلمه. طيب خلينا نرجع الان. فا اف فاكتور ان كروموسوم اساو وذ اف فاكتور بولت ان اتس كروموسوم، بمعنى انه الخليه اللي تحوى على اف فاكتور وهذا الاف فاكتور مبني او مدمج يعني هنا وين بالكروموسوم، فانكشن از ا دونر ديورينج كونجكيشن، تستخدم كواهبه زين خلال من خلال عمليه الكونجكيشن، كونجكيشن هي عمليه التلاقي خلينا نسميها. The recipients الخلية المستلمة becomes a recombinant bacteria يسموها خلية مدمجة جينيا with the DNA from two different cells، لأنه الـ DNA اللي موجود بيها أضف إلى الـ DNA اللي إجاها، فشو يصير؟ تصير خلية جديدة تحوى على معلومات وراثية جديدة، هذا يسموه عادة بالـ factor. بالنسبة لأكو بلازميد آخر يسموه الـ R بلازميد، هذا الـ R بلازميد هو antibiotic resistance. هذا الار بلازميد، الار بلازميد احنا عرفنا انه اكو شيء تركيب اسمه بلازميد واكو شيء تركيب اسمه كروموسومال دي ان اي، فهذا الار بلازميد عاده يحوى على انتيبايتيك ريزيستنس، يحوى على فد جين، هذا الجين مسؤول عن مقاومه المضادات الحياتيه الانتيبايتيك اللي احنا ناخذه. بعض الاحيان لما ناخذ انتيبايتيك مثل ما شرحت بالمحاضره السابقه يقول لك والله هاي البكتيريا مقاومه للمضاد الحيوي، طيب ليش مقاومه للمضاد الحيوي؟ لانه تحوى على جينات. زين هاي شنو الجينات؟ الجين احنا قلنا زين انه بشكل او باخر يتحول خلال عمليات الترانسكريبشن والترانسليشن الى بروتين، والبروتين اللي ينتج راح يكسر للمضاد الحيوي، يعني يعني البكتيريا قادره على انتاج انزيم يكسر المضاد الحيوي، بالتالي المضاد الحيوي لما تاخذه انت ما راح يشتغل على البكتيريا، فنسميها بكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه. شنو سبب هاي المقاومه؟ سببها انه تحوى على بلازميد وهذا البلازميد حاوى على الجين يكون مقاوم للمضاد الحيوي. انتيبايتيك كولد سنسيتيف بكتيريا، الانتيبايتيك اللي ناخذها تقتل كل انواع البكتيريا اللي تكون سنسيتيف اللي تكون حساسه. But not bacteria with a specific R بلازميد، بس مو البكتيريا اللي تحوى على بلازميدات المقاومه اللي هي نسميها الار بلازميد. Through natural selection, the fraction of bacteria with the gene for resistance increased in a population exposed to antibiotic. خلال عملية الانتخاب الطبيعي ونتيجة الضغوط البيئية، البكتيريا اللي تكون عادة حساسة قد بالمستقبل تصبح مقاومة للمضاد الحيوي، وبالتالي قد تزيد عددها وين بالبيئة.
Antibiotic resistant strains of bacteria are becoming more common. الآن عندنا السلالات البكتيرية اللي مقاومة للمضادات الحيوية بشكل عام موجودة بشكل كبير، ولذلك يوميا نستخدم مضاد حيوي. قبل 5 سنوات كنا نستخدم، قبل 15 سنة كانوا يستخدمون الأمبسلين، بعدين الأمبسلين بعد ما يشتغل قاموا يستخدمون مثلا الأموكسلين، الآن حتى الأموكسلين بعد ما يشتغل قاموا يستخدمون الآن نوع جديد آخر مطور، وهكذا يطورون المضاد الحيوي حتى يقتلون البكتيريا. زين، الآن انتهينا من 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 البلازميدات ومن المادة الوراثية. ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو الـ diverse nutrition and metabolic adaptation have evolved in prokaryotes. بمعنى أنه الـ diverse nutritional and metabolic adaptation، بمعنى أنه التنوع الغذائي أضف إلى التكيف الأيضي ساعد في عملية تطور البروكاريوتيز اللي هو شنو؟ الكائنات البدائية النوع. طبعا هذه الملاحظات اللي راح نذكرها كثير من عدها ذكرناها بالمحاضرات السابقة. بروكاريوتيز can be categorized by how they obtain energy and carbon. انه احنا عادة نصنف البكتيريا اعتمادا على انه شلون تحصل على الطاقة مالتها، شلون تحصل على مصدر الكربون. عرفون انتو المصدر الاساسي الان للنمو هو الكربون، كربون وعناصر اخرى. بالنسبة للفوتوتروفس يعني الكائنات اللي تبني البدائيات اللي هي البكتيريا اللي تبني غذائها بنفسها، هذه تحصل على الطاقة من خلال الضوء، from light، ضوء الشمس. بالنسبة للكيموتروفس البكتيريا اللي هي من نوع كيموتروفس او الكائنات بدائية النواة من نوع كيموتروفس، زين، تحصل على الطاقة مالتها من خلال مواد كيميائية، obtain energy معناها تحصل على الطاقة from chemicals من المواد الكيميائية. بالنسبة للاوتوتروفس فهذه تحتاج الى ثاني اكسيد الكربون، زين، كمصدر لها. هذه اوتوتروفس تحتاج الـ CO2، تقدر تسخر الـ CO2 ك مصدر غذائي. بالنسبة للهيتروتروفس، هذه الهيتروتروفس تحتاج إلى organic nutrients، يعني شنو؟ يعني مواد غذائية عضوية to make organic compound. زين، تحتاج إلى مواد عضوية حتى تصنع شنو؟ مركبات عضوية في داخلها. تحتاج كربون، تحتاج نيتروجين، تحتاج أكسجين، تحتاج سلفر. من تأخذ ذني؟ تأخذ من الوسط الغذائي اللي داير من الداخل. لما تأخذ ذني زين تستطيع عن طريق بناء المركبات الأساسية بداخل اللي هي على سبيل المثال الأحماض الأمينية. Energy and carbon source بالنسبة للطاقة وبالنسبة لمصادر الكربون are combined to give four major modes of nutrition. هذه الأنواع الأخرى الأربعة اللي تكلمنا عنها اللي هي الفوتو أوتوتروفي، كيمو أوتوتروفي، فوتو هيتروتروفي and كيمو هيتروتروفي. هذا الجدول ما مطلوب من حضراتكم، وحتى هذا السلايد ايضا ما مطلوب من حضراتكم، راح اشيله. هذا السلايد ما مطلوب اللي هو الانواع، وهذا الجدول ايضا غير مطلوب. طيب احنا ما بقى شيء ان شاء الله عن المحاضره. The role of oxygen in metabolisms. الاكسجين هذه طبعا هذه المعلومات ايضا اخذناها مجرد ايضا للاعاده. Prokaryotic metabolisms varies with respect to oxygen. يعني نصنفها إلى أنواع معينة اعتماداً إما إلى استخدامها للأكسجين. Obligate aerobes اللي هي الكائنات اللي تحتاج الهواء بشكل ضروري، يعني إجبارية هوائية لا تستطيع النمو إلا بوجود الأكسجين. بكتيريا إذا ما بها أكسجين، هذا النوع اللي هي Obligate aerobes بكتيريا نسميها obligate aerobes. شنو معناها؟ معناها انه بكتيريا لا تستطيع النمو الا بوجود الاكسجين. required O2 تحتاج الاكسجين for cellular respiration لغرض التنفس الخلوي. طبعا هذا التنفس الخلوي تكسر عن طريقه المركبات اللي تاخذها من البيئه وتكون معقده وتحولها الى مركبات بسيطه تستطيع الاستفاده من عندها. وعندنا النوع الثاني obligate anaerobes، وهذه عبارة عن يعني كائنات لا هوائية إجبارية، هذه ما تستطيع النمو بوجود الأكسجين، إذا أكو أكسجين يعتبر سام لها ويقتلها. ف
فسموها ار بويزند، معناه انه تسمم باي او 2. اذا اكو اكسجين تسمم. زين شلون تحصل على الطاقه؟ تحصل على الطاقه من خلال الفرمنتيشن، التخمر. زين اكو كثير من الكائنات الان اللي نحتاجها للتخمر، زين اللي هي مثلا صناعه الاجبان، صناعه العجين الى اخره. اور ان ايروبيك ريسبيريشن تحتاج شنو؟ تنفس لا هواء توفر لها سي او 2 تب. وعندنا النوع الثالث اللي هي الفاكولتيف ان ايروبيز، معناه انه اختياريه لا هوائيه. هذه شنو؟ هذه كان سرفايف وذ اور وذاوت او 2، سواء اكو اكسجين او ماكو اكسجين هي تستطيع انه تنمو. سرفايف معناها تعيش، فهي تستطيع المعيشه بوجود او عدم وجود الاكسجين. زين عندنا نوع ثاني يسموه الايفل نيتروجيني، هذاك اللي شرحناه ايفل اوكسجين. هنا النيتروجين از اسينشال، يعني اساسي، فور ذا برودكشن اوف امينو اسيدز اند نيوكليو اسيدز. احنا نعرف انه البروتين، كل بروتين، كل جزيئه بروتين سواء كانت انزيم، هرمون الى اخره، مكونه من وحدات اساسيه. هاي الوحدات الاساسيه شو نسميها؟ نسميها احماض امينيه. زين وعندنا الدي ان اي مكون من وحدات اساسيه، وحدات صغار صغار يرتبطن مع بعضهم ويكونون الدي ان اي. شو نسميه؟ نسميه قواعد نيتروجينيه. الاحماض الامينيه والقواعد النيتروجينيه اللي هي الوحدات يسموها بولدنج بلوكس، معناها وحدات البناء للدي ان اي والار ان اي، شلون تقدر تحصل عليها البكتيريا؟ تحصل عليها عن طريق النيتروجين اللي موجود بالجو. فالنيتروجين از اسينشال، معناها اساسي لانتاج الاحماض الامينيه ولانتاج الاحماض النوويه. بروكاريوتيز، معنى الكائنات بداية النواة، كان ميتابولايز نيتروجين in a variety of way. اكو واية طرق مختلفة انه تستطيع هذه البكتيريا تحصل على النيتروجين وتدخله بالايض مالتها. الايض معناه عملية الهدم والبناء. النيتروجين فيكسيشن، بالنسبة لعملية تثبيت النيتروجين، some بروكاريوتيز، بعض انواع الكائنات بداية النواة، تحول النيتروجين اللي موجود بالجو اللي هو الاتموسفيريك نيتروجين من N2، هو غاز N2، تحول علما الى امونيا مركب اللي هو NH3، وبالتالي راح تستفاد من عده وتصنع من عدها الاحماض الامينيه. زين اكو بعض الاحيان اكو شيء اسمه ميتابوليك كوبريشن. الكوبريشن معناها تعاون، انا وياك نتعاون حتى نحصل الطعام، هيك معناها. فميتابوليك كوبريشن معناه التعاون الايضي. شنو هذا التعاون الايضي؟ كوبريشن بين البروكاريوتيز، تعاون يصير ما بين الكائنات لبداية النواة موجودة في وسط معين. Allow them to use environmental resource، يخليها تستخدم الموارد الغذائية اللي موجودة بالبيئة. Use environmental resource معناه تستخدم المواد الغذائية اللي موجودة بالبيئة. They couldn't use an individual cells، بالتالي اذا كانت وحدها هذه الخليه وماكو وياها خليه اخرى تتعاون وياها وتحصل غذائها، ما تقدر تحصل عليها. بس لو اكو نوعين يتعاونوا، وحده تكسر هاي الماده تستفاد من جزء، الثانيه تستفاد من جزء اخر، ديش تكسر ماده اخرى موجوده بالبيئه تستفاد وحده من عندها، الثانيه ما تستفاد. بس لو كانت كل وحده على حده ما راح يستفاد. ان سيانو بكتيريوم أنابينيا، أكو بكتيريا اسمها سيانوبكتيريا، اسمها أنابينا. هذه الأنابينا نوع من أنواع البكتيريا اسمها سيانوبكتيريا، تتميز بأنه فوتوسينثيتيك سيلز، تبني غذائها بنفسها بعملية البناء الضوئي. بعد and nitrogen fixing cells، ها اللي يصير شنو؟ اكو بعض انواع السيانوبكتر اللي هي يسموها انابينيا، بعض انواع اكو بعضها تستطيع انه تبني غذائها بنفسها، واكو بعضها تستطيع انه تثبت النيتروجين اللي موجود. هذا النوع يسموه هيتروسيست، زين اور هيتروسيتيز. هذا النوع يتميز بانه يسموه اكستشينج ميتابوليك برودكتس، معنى انه تقدر مره اكو نيتروجين موجود بالجو تقدر تثبته وتستفاد من عده، ماكو نيتروجين موجود بالجو تقدر تبني، او تقدر بالثنين تقوم بهم بالعمليتين. فهذا شنو يسموه كوبريشن. زين
فهذا النوع من انواع البكتيريا عاده يستطيع انه يستغل الوظيفتين زين، ولذلك نسميه هيتروسيست. فاذا جبت لك شنو الهيتروسيست، قل لي هو نوع من الوظائف او الخلايا اللي عفوا هي نوع من انواع الخلايا اللي تستطيع انه تبني غذائها بنفسها بالفوتوسينثيسيس، وتستطيع ايضا تسوي النيتروجين فيكسيشن من الجو زين، فبالتالي هي تسوي اكسشينج ميتابوليك برودكتس زين، راح تبدل يصير بيناتها اكسشينج زين من خلال النواتج الايضيه. ومثال عليها السيانوبكتر انابيميا. فنشوف انه على سبيل المثال انه هذا هو النوع، هي كل خلاياها هاي الانابينيا زين تكون فوتوسينثيتك سيلز، ومع ذلك اكو بعض الخلايا تكون همات فوتوسينثيتك وهمات شنو؟ همات تثبت النيتروجين. بمعنى انه بعض الاحيان اكو خلايا زين مستعمره معينه، بمعنى التالي يا طلاب خلي انبسطها بشكل بسيط ابسط من اللي شرحناه، انه بعض انواع الخلايا البكتيريه على سبيل المثال اللي هي تكون شبيهه بالفطر السيانوبكتيريا تتميز بانه بها خلايا كثيره، وهذه الخلايا تبقى ملتصقه مع بعضها تقوم باداء معين، مثلا تبني الغذاء بواسطه الفوتوسينثيتيك، تستخدم اشعه الشمس وتبني الغذاء مالتها. ولكن بعض الاحيان يصير اكو تغاير تطفر من عندها فتخليه معينه تقوم بوظيفه اخرى، هاي الوظيفه الاخرى هم ما تبني مثلا على سبيل المثال هنا بهذا المثال مالتنا هم ما تبني بناء الضوئي وتحصل على الطاقه فقط من الضوء، ولكن بنفس الوقت تقدر تستخدم مصدر ثاني ايضي اللي هو مثلا النيتروجين اللي موجود بالجو يسوي له فيكسيشن زين، وتستفاد من عده حتى تبني الطاقه مالتها، حتى تقوم بعمليات الايضيه مالتها، عمليات الهدم والبناء. وهذه الحاله اذا الخليه احتوت على اكثر من نوع زين من هذا النوع اللي شرحناه فيسموها الهيتروسيست. In some prokaryotic species, metabolic cooperation occur in surface coating colonies called biofilms. بعض الأحيان إنه الخلايا البكتيرية عادة يحدث عملية هذا الميتابوليك كوبريشن زين بالسيرفيس كوتينج كولونيز. بعض أنواع البكتيريا على سبيل المثال تنتج بايوفيلم. البايوفيلم عبارة عن فد غشاء يحيط بالخلية زين، يكون يعني خلينا نشرح الآن كالتالي. بكتيريا تصابت جهاز التنفسي مالتنا، لما انصابته نمت به فد نوع معين من أنواع الخلايا، ثم بعد ذلك استفادت من المضيف وخلت المضيف يفرز فد طبقة معينة وسوت فد تركيب داير مدايرها من خلايا المضيف سموه بايوفيلمز. بعض أنواع الخلايا البكتيرية تستطيع أنه تسوي عملية أيض تبادلي وين؟ بهذه الطبقة بايوفيلمز. يعني أتمنى من حضراتكم أنه افتهمتوا شيء من هذه المحاضرة، وإذا كان أكو أي سؤال أنا في خدمتكم. أنا محدثكم دكتور بسام، أسألكم الدعاء لي والوالدين.